ولكل قصة بطل ولكل بطل حكاية. وبطلة قصتنا النهاردة أسطورة أولمبية رفعت راسنا في أولمبياد طوكيو 2021 بالتأكيد، وهي طبعا هدايا ملاك، ومن قبليها في أولمبياد ريو دي جانيرو حقيقي هدايا ملاك من الأساطير اللي على مر التاريخ هنفضل فاكرينهم مش بس بإنجازاتهم لا كمان بأخلاقهم بالتأكيد. خلينا نشوف التقرير ده عن هدايا ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الاسم هداية والوجه ملاك، القلب قلب أسد وشخصية بطل، والإنجازات والميداليات ملهاش عدد. هي البنت المصرية والبطلة الأولمبية ومهندسة الديكور المستقبلية وأسطورة رياضة التايكوندو المصرية هداية ملاك، اللي مشوارها كله إنجازات ورفعت اسم وعلم مصر في كل البطولات ووقفت على منصات التتويج الأولمبية مرتين، علشان كده استحقت إنها تكون بطلة قصتنا في ملوك الصلاة. هداية ملاك اسم على مسمى، بس داخل صالة التايكوندو بتهاجم وتدافع ضد المنافسين زي الأسد علشان تحقق الانتصارات وتفوز بالميداليات وتفرحنا كلنا بالإنجازات. هداية ملاك اللي اتولدت يوم 21 إبريل سنة 1993 وابتدت لعبة التايكوندو وهي عندها 10 سنين وانطلقت زي الصاروخ وعرفت طريق الميداليات وهي عندها 14 سنة، وعلى مستوى الكبار كانت فازت بذهبية دورة الألعاب الإفريقية وهي عندها 18 سنة، ومن يومها حطت رجلها على المنصات ولسه بتحقق الميداليات. هداية ملاك دخلت تاريخ مصر الأولمبي من أوسع الأبواب بعد ما حققت الميدالية البرونزية مرتين في الأولمبياد، الأولى في ريو دي جانيرو والتانية في طوكيو، وكانت أول لاعبة عربية وإفريقية تشارك في رياضة التايكوندو بالأولمبياد. هدايا نالت شرف إنها ترفع علم مصر كأول بنت تحمل علم مصر في الدورات الأولمبية في حفل افتتاح طوكيو 2020 مع البطل الأولمبي علاء أبو القاسم. بطلة قصتنا مرت بظروف وتحدت الصعاب وكسرت كل القيود علشان توصل للمجد وتفرح المصريين وترفع علم مصر في كل مكان، بداية من اللعب وهي مصابة في بعض المباريات، ده غير الاستمرار في ممارسة التايكوندو بعد الزواج، وقدرت توفق بين الأسرة والتدريبات والمعسكرات وكمان الدراسة وتغيير الوزن في أولمبياد طوكيو. هداية ملاك مهندسة ديكور كانت ضمن أفضل 50 سيدة عربية في سنة 2014 وملكة جمال بطولة الجائزة الكبرى في روسيا سنة 2015، وخلال مشوارها في لعبة التايكوندو حققت أكتر من 25 ميدالية. مشوار هداية كان مليان بالإنجازات والوقوف على جميع المنصات والفوز بالميداليات بكل أنواعها علشان تبقى واحدة من أساطير الرياضة الفردية وملكة مصرية على عرش التايكوندو على مر العصور.